لا بدنا نخفف، لأنه فهيك إذا المنتجين هلا عم يسمعوا ممكن يكون في شي عرض بدك توجع لهم راسهم. لا بس في دواء عندك؟ على سيرة الطرب اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، كمان غنيت لعبد الحليم، وكنت كمان أفضل من غنى لعبد الحليم حافظ. أغنية عبد الحليم بالإجمال العالم ما كتير بتتقبلها بأصوات تانية، مثل السيدة فيروز ما بنتقبل أغنيتها بأصوات صحيح. تانية، بس تقبلنا كتير اللي غنيته لعبد الحليم. شو كان رأيهم بمصر على أدائك الجمهور عبد الحليم؟ يعني بليغ حمدي لما سمعني، كنت عم غني له وقتها حبيبتي من تكون، قال شغلي انه انا بتعجب انه احمد لبناني بس لما بيغني مصري مصري، يعني عم بيغني احساس مصري، ما عم بيغني احساس بين المصري واللبناني، لانه يعني شاطر حتى باللكنة المصرية. بقى لي هيدي شغلة كتير مهمة عند المصريين، انك توصلهم اللغة صح، الإحساس صح. وهذا طبعا أنا غنيت لعبد الحليم، بس غنيت كمان بطريقتي، بس الخامي في، سبحان الله، في قرب بيني وبين عبد الحليم، بس في الفرق اللي بيني وبينه هو طريقة الإحساس. يعني هو عنده لمعة بصوته وأنا عندي بحة بصوتي، يعني هذا الاختلاف الصغير. يعني مع انه قارنوا كتير بيناتكم. يعني مثلا في أغنية جبار بيقولوا لي بس لما نسمعها ما كأنه عبد الحليم عم نسمعها مثلا. وحاجة غريبة اللي غنيتها. حاجة غريبة قصتها، قصة أنا كنت عم فتش بدي حدا يغنيها معي، بتعرفي هالأغاني مش دايما فيك تلاقي كمستري بالأصوات تلبق على بعضها. عندي أختي أنا الكبيرة من الأصوات كتير حلوة، بس طبعا ما بتغني هي. سألتها قلت لها في أغنية بدي أغنيها، بتغنيها معي؟ قالت شو هي؟ قلت لها حاجة غريبة، قالت لي بجرب. قمنا طلعنا على الاستديو، عرض مغري هيدا. بقى غنتها معي، يعني بساعتين كانت حاطة صوتها وراحت، أنا هلكتها يعني، لأنه يعني بياخد منها قد ما فيها. وراحت، أنا تعجبت إنه ما عندها الخبرة وقدرت بفترة، وأغنية صعبة ما نهيني. صحيح، رح نسمعها. يلا يلا. وتملي بس هو وياها، بس اللي
أهيك بتقرب بتقرب، أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة، أنت كمان أنا شايفك ماشي وياها. أنت عارفة علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش يبص علينا غير فرحة قلبنا وعدينا حاجة غريبة. عم نسمع هالاغنية حاجة غريبة بصوتك وصوت اختك، كيف هيك تلقوها العالم لهيدي الاغنية اللي سمعوها؟ تصدقي يعني ناس تفاجأت انه ليه اختك ما بتغني؟ فعلا فعلا، لانه صوت حلو يعني احسن من كتير اليوم عم بيغنوا موجودين على الساحة الفنية. وبعدين عم بيسألوا عنا فنانين، يعني مش انه بس حتى اعلام، انه فينا نعمل مقابلة مع اختك وهيك. قلت لهم اختي ساكنة بدبي ما انا هون. بقى كتير لفتت سمع الوسط الفني بالاخص. وانا انبسطت لها وهي انبسطت، قالت حققت لي حلمي. اها حلو حلو كتير. حفكرة هي نازل كليب على اليوتيوب فيك تشوفيها. لكن رح أكيد نفوت على عالمك على يوتيوب. والمستمعين كمان اللي ما رح يقدروا يسمعوا هذا اللقاء رح يرجعوا يسمعوا على يوتيوب. أوكي. أحمد غان، عم بتابع برامج الهوات اللي عم تتقدم اليوم؟ نوعا ما إيه. نوعا ما إيه، بس صاير تجارة أكتر ما أنه صناعة فنانين أو نجوم. بس عم بيكون في أصوات حلوة. مش حلوة، رائعة أصوات. أنا بقولك أحلى من الأصوات جيلنا. أصواتهم. التكنيك والإمكانيات. ليش؟ لأنه نحن لما ربينا على أصوات أصيلة بس ما هالتكنيك اللي العرب والقصص. هلأ اخدين بين التكنيك وبين الأصوات الجديدة، وبين هذا مخلوط بصوت واحد عم بيطلع مجموعة أصوات بصوت. وهذا شيء كتير حلو، يعني عم بيغنوا شو ما غنوا بتلاقيه راكب. صحيح. هلا نحن بوضع انه ما في صناعه نجم، في برامج فنيه تجاريه بس للناس تتسلى على التلفزيون، بس ما في متابعه. ما في متابعه لهم كفنانين. نعم. يعني لحتى يضلوا في اصوات عم تنظلم مكملين، عم تنظلم. في اصوات حلوه من وراء الاس ام اس، الناس حسب اختيار الناس. انا بعتبرها هذه كذبه لانه مش مزبوطه، لانه في اصوات تستاهل اكثر، بس حسب هن مصالحهم وين بيضبطوا الوضع. حتى هون في مصالح، وحتى هون في وسائط، حتى حضور الفنانين بلجنه التحكيم كمان لا بيقدم ولا بياخر. ليك لاقول لك شغله، هن بيجيبوهم لحتى يكسبوا المشاهد، يعني لأنه عم يجيبوا نجوم من الصف الأول ليجيبوا مشاهدين ليراقبوا لحتى الأس أم أس يطلعنوا المصاري، وعم يطلعوا معاشات الفنانين من هالقصة هاي. أنت مع حضور الفنانين بلجنة التحكيم؟ أنا مش ضد، بس برضو لازم يكون في متخصصين مش بس فنانين، لأنه لازم يحطوا ناس بين أدباء وشعراء وكذا. كمان في أراء مفروض ينحسب لحساب. هني ما فارقة، عاملين وعرض، يعني صار بيشبه استوديو الفن إذا جابوا أدباء وشعراء ولحنين. بس استوديو الفن في صناعة نجوم، لأنه النجوم اللي صنعوا استوديو الفن من سنة 74 لهلأ بعدوا لهلأ نجوم. مثل مين؟ مثل راغب علامة. راغب أنا وياه نفس الوقت سنة 80. عندك وليد توفيق. وليد توفيق من سنة 74، يعني بعده نجم وموجود، يعني بعدهم حاضرين بس بعدهم نجوم. بعدهم نجوم 100%. هلا معلش، كل جيل صغير بده يحب الجيل الصغير اللي مثله، بس كنجوم هو اللي بعدهم محبوبين من الناس اللي من اجيالهم. ما فيك تزيحي حدا. بتعرفي نحن شو المشكله عنا ببلادنا العربيه؟ كل ما يكبر الفنان كل ما بتطوى قيمته. ببلاد برا كل ما يكبر الفنان كل ما تكبر قيمته. صحيح صحيح. هيدا الشيء اللي نحن هون اللي بأسف على هيك دولة اللي ما بتحترم الثقافة اللي موجودة والمواهب اللي عندها والتاريخ الفني. عم نشوف الفنانين اللي عم بيموتوا، كيف عم بيموتوا عادي. يموت واحد سياسي 100 هوبر أو 100 ألف قصة وعلى التلفزيونات بيعملونه. ليه؟ منن أحسن أبدا. الفنان نمبر 1 والسياسي نمبر 2.
يعني الفنان بيخدم بلده أكتر من السياسة عم يخدم طبعًا بلده طبعاً. بس هني هني عاملين حالي بروباغندا لحالهم إنه يابان نحن بنرعب نحن بيدنا السلطة وحصاني وما حصل شو المسخرة هاي. راغب علامة من استوديو الفن لحديت اليوم بعده محافظ على مكانته. إيه طبعاً. شي مرة سألت حالك شو سره لراغب علامة؟ ليش ضل هالقد بدأ سوبر ستار وبقى سوبر ستار؟ لكن أنا مفوت بهالتفاصيل لأنه ما بتطلع أنا بغيري، أنا بتطلع بنفسي. أنا لما كنت موقف أنا بإرادتي، بإرادتك الشخصية. إيه مش موقف لأنه حدا قايل لي وقف وما تغني. نو أنا بعدت لأنه بالآخر شفت شو بدي مسح جوك لحتى يكون. لا أنا لما رجعت بمصرياتي، مش رجعت بمصريات حدا ولا بشركي. يعني اللي ضل مكمل بالجو الفني مسح جوخ؟ هيك أنا ما بحكي على حد، ما بعرف، لا ما بعرف، هذا أنت بتعرفي. أنا كمان ما بقى أنت بالوسط الفني أكتر مني، أنا من بعيد. أنت صعب تاخدي مني قصص. لا بدي أعرف. طب أنا بدي لك شيء سمعته على لسانك. شو؟ أنك قلت أنه راغب علامة عنده طرقه بالحصول على الأشياء، أنت ما عندك إياها بهالمعنى. كيف يعني طرقه؟ مثل شو؟ هيدي سر إمكانيته أنه هو شاطر، أنه بيعرف يقطفها أو بيعرف هيك كيف يلقط الأشياء. كل واحد إله. لا أنا قلت شغلي أنه راغب عنده مؤسسة اللي هني إخواته، عرفوا اشتغلوا له، حضنوه. على فكرة هاي شغلة كتير مهمة، إخواته وقفوا معه. يعني كيف وقفوا معه؟ يعني عنده إدارة، كانت إدارته والتخطيط وطريقة كيف شغلوا له أمواله وكيف هذا شيء مش غلط. يعني عرفوا كيف خلوا راغب يزبط أموره. هيدي هي قصدك الطريقة، مش تبيض الجوخ. لا 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 أنا ما قصدتها، أنا قلت أنا راغب كان عنده مؤسسة إخواته اللي كانوا حضنينه وماشيين، وهو حضن أهله وقف معهم كمان. أصحاب معه لراغب علامة؟ أنا أكتر شيء أنا وراغب أصحاب. لما بتقعدوا بتتسايروا مع بعضكم عن شو بتحكوا؟ نتذكر أيام زمان، لأنه لقلنا قصص وروايات أنا وياه. راغب بعده بيتذكر هديك الأيام؟ راغب ليكي راغب طيب، يمكن الزمن هلأ وطريقة شغله وعلاقاته وكذا يمكن بعد عن أصحابه شوي. بس منضلنا في تواصل. وفي يعني؟ مش قصة وفي، يعني أنا ما شو بدي يضل وفي لإلي يضل يطمن، ما يطمن ما عندي مشكلة أنا، لأنه أنا كمان عندي ظروفي. بس لما منتلفن لبعض، لما بصير ظروف عزاء أو حدمات أو شيء، كل واحد بيعمل واجباته. وبتلتقوا بهيدي الأماكن يعني أكتر من أماكن تانية يعني. حتى بنلتقى أوقات بحفلات أو بالسفر بنلتقى مع بعض. إيه بس بنلتقى بمحبة، لأنه في شيء نحن طلعنا من لا شيء. يعني كنا بعدنا ملشيين جديد، وكل واحد يعني كل إنسان بيعرف حدوده. تتذكروا أيام سيمو أسمر؟ أكيد أكيد. اتصلت طمنت على الأستاذ سيمو أسمر بمحنته؟ أكيد، وهلأ شفته من فترة كمان. حلو، يعني أنت وفي أحمد دخان. أنا سيمو بحبه كتير، وأنا دايما بحكي عنه، لأنه عن جد هالإنسان له فضل كتير على نجوم. شو بدي بأخطائه، شو بدي بالشي اللي هو بهذا. كل إنسان عنده أخطاء بالنتيجة. إيه؟ بس هذا الإنسان واحد الحق يحكي أنه زلمي صنع نجوم، صنع مؤسسات إعلامية نجحها، هذا الشيء المفروض الواحد ما ينسي. هذا الوفا اللي بتخيله أنه بطل موجود عند حدا. حلو اليوم أنه اليوم أنا عم بكتشف أنك أنت من الناس الأوفياء. أنا اللي عامل معي هالقد منيح أنا ما بنسي بحياتي، لأنه صعب تلاقي ناس عن جد بهالأيام حدا يعمل معك منيح. وأقرب الناس لإلك، مش أنه شو بدك بالناس التانية اللي ما بيعنوا لك. حتى أقرب الناس لإلك هالأيام ما حدا بيطلع فيك. أحمد دوغان بحياتك كان في محطة زواج، صح؟ هيدي كانت حلوة؟